قبل 5 أيام عن موعد الحسم وساعة الحقيقة، يواصل المنتخب الجزائري تحضيراته تحسماً لمباراة العمر أمام بوركينا فاسو، والتي قد تبصم على عودة الخضر إلى المونديال لرابع مرة. العودة إلى ساحة الكبار لن تكون إلا عبر التحضير الجيد لموعد هام لن يتكرر كل مرة. المسؤولية كبيرة جدا ونحن واعون بذلك، لا نريد الضغط على أنفسنا وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل الفوز. هي راهو ضغط كبير علينا وعليهم، إن شاء الله احنا نحطوا رجلينا في الأرض ونكونوا بيان بريباري، خاصة نصلحوا الغلطات اللي قمنا بهم في المقابلة اللي فات ونكونوا واجدين لمقابلة العودة. علينا أن نهاجم ونسجل من أجل تحقيق الفوز بهذه المباراة. قمنا بعمل كبير خلال هذا الأسبوع. أوراق كثيرة يملكها المنتخب الوطني ولاعبون مميزون قد يكونون الحلول الناجعة لفك الشفرة البوركينابية. أنا فخور بوجودي هنا مع المنتخب الجزائري وسعيد بتقمص ألوان الفريق الوطني. الضغط النفسي الكبير الذي سيتحمله رفقاء إسحاق بالفضيل وحتى أنصار الخضر كما هو الحال بالنسبة للطاقم الفني سيترجم عبر التسجيل مبكرا وعدم تلقي الأهداف، وهي العوامل التي ستؤهل الخضر وتطير بهم إلى بلاد مونديال الكرة البرازيل.